خطر مرور الحيوانات كيبدا على بعد 500 متر؟ جواب واحد. على بعد 150 متر؟ جواب جوج. العلامات كتقول خطر مرور الحيوانات الأليفة وقتاش؟ واش على بعد 500 متر؟ لا. علاش؟ لأنه ذو أسهم الامتداد. مي كنشوفوا أسهم الامتداد فضروري خصج المصطلح اللي غيجي. شنو غيجي؟ غيجي على طول، على مسافة، على امتداد، ما يمكنش يجي على بعد. متفق على العملية. فهنا الخطر غيبدا على بعد 150 متر، يعني من عند العلامة غنضرب 150 متر، غادي نلقى الحيوانات الأليفة. غير هاد الحيوانات واش غنلقاهم ديما؟ لا، غنلقاهم على مسافة، على طول، على امتداد 500 متر. يعني ديك 500 متر تما فين غنلقى الحيوانات الأليفة. داكشي باش غندو خطر مرور الحيوانات كيبدا. واش غيبدا على بعد 150 ولا على بعد 150؟ قلنا هذيك 500 من حدا الاسهم راه ضروري قبل 500 خصو يكون قبل منا الكلمه ديال طول، مسافه، امتداد. اما هنا شو قبل منا؟ قبل منا على بعد. فهاد الجواب ما غتجاوبوش. انا كنجد نبسط لك باش انت تتلعب بالكلمه. انت هنا على بعد ما غتجاوبش عليها، ولكن الخاطر اش غيبدا؟ حنا حافظين القاعده كتقول الخاطر غيبدا على بعد 150 متر داخل خارج المدينه و 50 متر داخل المدينه. داكشي باش نجاوب رقم 2. هاد العلامه كتعلم على طريق في حالة سيئة، جواب واحد. أشغال، جواب جوج. العلامة اش كتقول؟ خطر الأشغال. فهذه العلامة كتعلم على أشغال، داكشي غيكون جواب صحيح هو رقم 2. هاد العلامة كتعلم على مدخل طريق السيارة، جواب واحد. قنطرة، جواب جوج. ممر على السكة الحديدية، جواب 3. العلامة اش كتقول؟ ارشاد ديال بدايه طريق السيار، يعني مدخل ديال طريق السيار. داكشي باش يكون الجواب ديالنا صحيح هو رقم 1. هاد العلامه كتاكد اتجاه اللي تبعت، جواب 1. كتعلم على ملتقى الطرق، جواب 2. فهاد العلامات ديالاش ديال تاكيد الاتجاه هما كيقول لك التنغير بقى 52 والرشيديه بقى 123، يعني كتاكد ديال الاتجاه اللي تبعت. جواب رقم 1. كتعلم على ملتقى الطرق، ملتقى الطرق هو اللي كيكونوا كتكون العلامه بحال هكا، وكيكون عندنا سامع اليمين، سامع اليسار، سامع الفوق، فهذاك هما اللي كياكدوا على ملتقى الطرق. التشوير الطرقي كيعلم على وجود عده منعرجات على طول 100 متر، نعم جواب 1، لا جواب 2. فهنا الى فهمتي القاعده اللي كنتكلم عليها، فالتشوير الطرقي كيعلم على وجود عده منعرجات على طول، هنا على طول 100 متر. على طول 100 متر كيفاش كتكون؟ خاصها تكون السهم على اليمين وسهم على اليسار. بما انه ما كاينش اسهم فانت غادي تتقلب على الكلمه ديال على بعد. فهنا التشويه الطرقي علاش كيبدا؟ كيبدا على بعد 100 متر. على بعد 100 متر غتلقى المنعرج على اليسار. اما التشويه الطرقي كيعلم على وجود عده منعرج على طول 100 متر، فهنا الجواب لا. من بعد هذه العلامه يمكن لي نسوق بسرعه 90 كيلومتر في الساعه، جواب 1. 100 كيلومتر في الساعة، جواب 2. 120 كيلومتر في الساعة، جواب 3. هنا غتشوف محطة الأداء وغتقول أنا في طريق السيار وغتقول أنا السرعة محدودة في 120، لكن راح حطوا لك العلامة هنا كتقول لك تحديد السرعة 90، صافي. من بعد العلامة يمكن لي نسوق باش من 90 لتحت، غادي تجاوب رقم 1 اللي هو 90. قل من 90 أه، ولكن فوق من 90 لا، 100 و 120 لا. هاد العلامة كتعلم على ممر الراجلين، جواب 1. ممنوع المرور على الراجلين، جواب 2. فالعلامات كتقول ممنوع المرور على الراجلين، اه هو علامة المنع، ممنوع على الراجلين. الجواب يكون صحيح هو رقم 2. هاد العلامة كتمنع التجاوز، نعم جواب 1، لا جواب 2. العلامات كتقول نهاية منع التجاوز. يعني في الأول كانوا دايرين لك العلامة ديال ممنوع التجاوز، كانوا دايرين العلامة دايرة بالأحمر، دايرة بالأحمر، وهاد العربة بالأحمر، وكيقول لك ممنوع التجاوز، يعني فهاديك هذيك العلامة كتمنع التجاوز. لكن ملي وصلنا هنا قال لك شوف ديك العلامة اللي كانت قبل راه مابقاتش خدامة، هذه كتلغي الأخرى. وشنو هي كتلغي؟ هي كتقول لك نهاية منع التجاوز، هذه كتسمى نهاية منع التجاوز. يعني أنت مور هاد العلامة عندك الحق تجاوز، دابا تتجاوز غير البال القواعد اللي حنا حافظينهم. يعني هاد العلامه واش كتمنع التجاوز؟ لا، فهي كتنهي منع التجاوز. هاد اللوحه تعلن عن مرتفع ومنحدر، جواب 1. حركه السير في اتجاهين، جواب 2.
الأسبقية العربات الآتية في اتجاه المعاكس؟ الجواب 3. فهنا شاتك العربة العلامة اش كتقول؟ خطر السير في اتجاهين، حركة السير في اتجاهين هو رقم 2، ماشي مرتب منحدر، ماشي أسبقية العربات الآتية في اتجاه المعاكس. يعني أنت قبل كنت جاي غير بوحدك، يعني طريقك كتكدي ما كتجي كانت طريق ذو اتجاه واحد، لكن ابتداء من العلامة وخا علامة الخطر فهذه علامة علامة وضع ماشي متقدمة. علاش؟ لأن الخطر هنا هي الوحيدة والاستثنائية في العلامات اللي هاد العلامة كيبدأ من عند العلامة، من عند العلامة غيولي السير في اتجاه، يعني تولي الطريق كدي وكتجيب. هاد العلامة الوحيدة اللي كتسموها علامة وضع وكتبدا من عند العلامة، أما العلامات الأخرى كلهم علامات الخطر فهما كيتسموا علامات متقدمة. الخطر كيبدا على بعد 50 متر داخل المدينة و150 متر خارج المدينة، والجواب ديالنا صحيح نجا ورقم 2. هاد العلامة كتعلم بوجود مكان محدد بإشارة، جواب 1. مجرى المياه، جواب 2. منطقة سياحية، جواب 3. فهنا شنو عندنا؟ وادي الكل. خاد وادي الكل يعني هنا شنو كيبين لي؟ كيبين لك واحد المجرى ديال المياه، الواد كيبين لك واحد المجرى المياه، هذيك القنطره تحت منها دايز واحد الواد، فهذا غير مجرى المياه. نقدروا نقولوا انه مكان محدد باشاره؟ لا. علاش؟ لان الواد راه بعض المرات راه واد راه كيدوز على خمسه المدن، واد دايز على خمسه المدن، المنبع ديالو راه ما عرفت فين هو، المنبع ديالو كاين شلالات وكاين تما في كاين الماثير داك الاثار التاريخي وديالو وديك المنطقه السياحيه. اذا فهنا غير دايز على اي واحد المجرى ديال المياه، يعني هنا ما يمكنش نقولوا مكان محدد باشاره. مكان محدد باشاره فكنقولها بالنسبه للغابه وبالنسبه للجبل، اللي كيكون مكان تما هذاك كيكون تما جبل وكيكون غابه، اما بالنسبه لهنا فهذا غير مجرى المياه. لو غنقولوا محد مكان محدد باشاره وغنزيدوا منطقه سياحيه، داكشي باش غنجاوبوا برقم 2. هاد العلامه كتعلم على منعرج، على اليمين جواب 1، على اليسار جواب 2، على بعد 150 متر جواب 3. فهاد المنعرج فين داير؟ داير جهه اليسار. غادي نجاوب رقم 2، هي حيدتي عليا. ولكن هادو علامه الخطر، هاد علامه وضع علامه متقدمه، علامه متقدمه قلنا الخطر كله علامه الا ديك الحركه السير في اتجاهين اللي هي علامه وضع. شو سمينا هذه؟ علامه متقدمه. العلامه المتقدمه قداش كيبدا داك الخطر ديالها؟ كيبدا على بعد 50 متر داخل المدينه و150 متر خارج المدينه. اذا غادي نجاوب حتى على بعد، يعني هاد العلامه كتعلم على منعرج على بعد 150 متر، يعني جاوبت برقم 3 غنجاوب عليه. على بعد 500 متر ساكون مجبرا على تغيير الاتجاه الى اليسار، نعم جواب 1، لا جواب 2. فهنا على بعد 500 متر كاين طريق الانحراف بالنسبه للعربات اللي كتعدى 12 طن. فهذا سؤال كثير اللي كيجاوبش عليه، خصوصا بالنسبه اللي كيدوزوا البيرمي او سي، يعني الرموك الشاحنات الكبار، فهذا كل شيء كيغلط فيه. انا غادي نشرح بالنسبه للعربات وبالنسبه للصنف باء وبالنسبه حتى للصنف الاخر. على بعد 500 متر ساكون مجبر على تغيير اتجاه اليسار، فانا غنقول يعني العربات السلف باء فانت ما كيهمكش هذا الشيء. لكن الا غنشوفوا العربات اللي كتعدى 12 طن، واش هي مجبره على تغيير اتجاه؟ لا ما مجبراش. علاش؟ لان هذا المكان هذا فهاد حنا دابا حنا كنشوف هذا المكان، هاد الطريق راه هي هذا المكان هذا، واش كاينه شي حاجه كتمنعك هنا؟ ما كايناش. اذا هذا غير كياكد لك الطريق الانحراف فين كاين فين غادي، حيت هذا الشيء من قبل كانت واحد العلامه اللي كانت البدايه ديال طريق الانحراف اللي كانت منعت على العربات نقل البضائع اللي كتعدى 12 طن، هي اللي قالت لهم غتغيروا الاتجاه. من بعد كيجوا العلامات ديال طريق الانحراف غير الاتجاه ديالهم. دابا هنا بالنسبه للعربات ديال 12 طن وراه غير من بعد 500 متر كتقول لهم انتم تبعوا طريق الانحراف اللي درت لكم انا. بحال شنو؟ بعباره اخرى ملي كيكون شي اشغال ولا شي حاجه فكيحيدوك من ديك الطريق، ولكن ميمكنش يحيدوك ويلوحوك صافي غيسير يلا غيسير، لا كيحيدوك. باش حيدوك؟ بالعلامات المنع، منعوك. يعني كاينه العلامه الصفراء مربعه وفص منها طريق منحرف، وداروا لك العلامات ديال المنع، يعني الاحمر ظاهر، يا اما قالوا العربات اللي كتعدى 12 طن، يا اما العربات اللي كتعدى 3 طن ونص، يا اما العربات اللي كتعدى 5 طن، يا اما ممنوع المرور على جميع العربات، يا اما ممنوع المرور في اتجاه لا ما كدي ما كتجيب كاع. هذيك هي البدايه الانحراف. من بعد
كيولي غير كياكدوا لك هذاك الاتجاه ديال الانحراف باش انت يردوك الطريق لبلاصتك. من بعد ما خرجوك كيبقاو غاديين بك غاديين بك غاديين حتى كيردوك الطريق لبلاصتك. من بعد ديك الساعه صافي كيولك النهايه ديال الطريق انحراف، وهو دابا كمل الطريق دابا فين ما بغيت تمشي سير ديك الساعه انت عارف. اما هنا على بعد 500 متر بالنسبه للعربات اللي كتفوت 12 طن حتى هما راه ماشي مجبر، الا بغى يكمل فهاد الطريق ويمشي بلاصه اخرى فهو حر، راه ماشي مجبر. اللي وقتاش غيجبروه هي كون داروا لي هنا علامه ديال المنع وفصت منا كتبوا 12 طن، يعني ممنوع على العربات اللي كتهدى 12 طن تكمل في الطريق وغتولي مجبره على انها تغير. ما غيكتبوش 12 طن هنا، غيكتبوا طريق منحرف وغيديروا هنا 12 طن الدائره بالاحمر او 12 طن، يعني ممنوع يكملوا هنا ولكن غيمشيو في هذا الطريق المنحرف. هادشي اللي غيكون. اما بالنسبه هنا ولو تكون كدوز كاميو ورموك فانت ماشي مجبر، فهنا بزاف اللي كيغلط في الرموك وما كيجاوبش كيجيب 46، فهذا سؤال من الاسئله اللي انت ما غتجاوبش عليه صحيح. ساكون مجبر على تغيير اتجاه اليسار؟ لا ماشي مجبر نغير اتجاه اليسار.